لا يزال فيروس كوفيد 19 لم يبح بعد بكل أسراره. لا تزال الأبحاث متواصلة بشأن عدد من ألغازه، من أعراضه إلى طرق علاجه، مرورا بتأثيراته على الجسم البشري. هذا الفيروس الذي ظهر نهاية العام المنصرم في الصين انتشر بشكل سريع في معظم بلدان المعمورة، مخلفا أكثر من 3.5 مليون مصاب ونحو 250,000 وفاة. اليوم نستضيف إحدى الكفاءات المغربية البارزة في مجال الطب في الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عما ينبغي معرفته بشأن هذا الفيروس. سعداء أن ينضم إلينا من مدينة نيويورك البروفيسور كريم التويجر، أستاذ الطب بمركز ميموريال سلون كاترين للسرطان. بروفيسور التويجر، أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا، مرحبا بك، على هذه الفرصة باش نكون معكم، ورمضان كريم لجميع الإخوان والإخوات المغاربة. ولكم أيضا. للإشارة، البروفيسور كريم التويجر هو خريج كلية الطب بالدار البيضاء، أستاذ سابق بالمركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، خريج جامعة هارفارد، خريج جامعة هارفارد في الصحة العامة، أستاذ بجامعة كورنيل وجامعة ولاية نيويورك، وكاتب ل 166 مقالة علمية، ومؤلف 16 فصلا ضمن مصنفات الطب، ومتوج كأفضل طبيب في نيويورك للعام 2018. بروفيسور، مرحبا بك من جديد. بودي أن أسألكم عن مسألة الأعراض، أعراض الإصابة بفيروس كورونا، واش كل شي ناس تحصل معهم نفس الأعراض عند الإصابة؟ هما الأخ سي محمد، هاد الأعراض ديال الكورونا فيروس ولا الكوفيد 19 لأنه هو سمية المرض كتكون مختلفة. بحال دابا خدينا 10 الناس وكان عندهم الكوفيد 19، يمكن كل واحد فيهم يكون عنده واحد الأعراض مختلفة، ولكن بصفة عامة الناس كيعانيوا من شوية سخانة، تقدر تكون طالعة تقدر تكون شوية هابطة، كيضرهم حلقهم، كيضرهم مفاصلهم ولا عظامهم، ولا كيجيهم كرشهم شوية مطلقة لي دياري، ولا سخفة بزاف، ولا كتجيهم السعلة ولا الكحبة، وبعض المرات كيكون عندهم واحد المشكل ديال التنفس. ولكن كاين واحد لوسين، واحد سيمبتوم اللي مهم بزاف هاد القضية ديال الكورونا فيروس، هو الناس اللي كيمشي لهم داك القدرة ديال الشم وديال كيفاش يدوقوا الماكلة، لأن الفيروس كيقدر يتأثر على لو سيستيم نيرفو، وكيضر بهاد في العصب وكيضرهم، وداكشي علاش الناس على مده كيقدروا يفقدوا هاد القدره ديال الشم وديال الذوق. طيب، وبقول بلي السي محمد، كاين الناس اللي كيجيهم المرض خفيف، كاين الناس اللي كيجيهم المرض متوسط، وكاين الناس اللي كيجيهم المرض صعيب بزاف. طيب بروفيسور، هل فئات الاكثر عرضه للخطر تجاه هذا الفيروس؟ الناس اللي كيكون عندهم الحال صعيب شوية هما الناس اللي كيكون عندهم السن 65 الفوق، ولا عندهم السن وعندهم أمراض أخرى بحال مرض السكر، الديابيت، مرض القلب، عندهم مرض ديال الكلاوي، ولا عندهم بحال دابا الضيقة ولا شي مرض ديال الرئة، وكيتزاد عليهم الحال بزاف، لأن داتهم ما عندهاش داك القدرة باش تدافع على هاد المرض ديال الفيروس، وعلى الجواب ديال الدات كتكون شوية كثيرة، وهادو هما الناس اللي كيكونوا على خطر. بغيت غير نزيد واحد النقطة، هو الشباب كيمرضوا ولكن كيجيهم المرض خفيف، والمشكل هو الشباب والدراري ملي كيجيهم الكوفيد كيكونوا حاسين براسهم لاباس، ولكن ما كيكونوش عارفين بالله هما راهما بحال لو فيكول اللي كيبقاو يوصلوا المرض من واحد لواحد بلا ما يعرفوا، هما اللي كينقلوا. هذا الشيء مهم بزاف باش الانسان واخا يكون حاس براسو لاباس عليه ياخذ الاحتياطات ديالو، واخا يكون صغير ما ياخذش، يحترم كاع هاد الحوايج اللي تحطوا باش الانسان ياخذ يحتمي راسو من هذا الشيء. بروفيسور،
بروفيسور، اليوم طرق العدوى وبعد الأبحاث التي أنجزت لحد الآن، هل تمت معرفة كل طرق العدوى وكيف نميزها؟ لحد الآن عندنا واحد المعلومات، غير بغيت نقول بلي هذا المرض راه جديد ويلاه دابا 3 شهور ولا 4 شهور اللي عندنا هذا المعرفات ديالنا والعلم ديالنا شويه قليل، ولكن كيتطور وكيتطور بسرعه. باش نجاوبك، هو المرض ديال الكوفيد، هذا الكورونا فيروس كيمشي كيكون في دوك بحال دابا الانسان اللي عطس ولا كحب ولا شي حاجه، كيخرجوا من فمو من نيفو كيخرجوا واحد القطيرات ديال الهواء، ودوك القطيرات صغار كيكونوا هما اللي في قلبهم الفيروس، وملي الانسان كنقولوا كيعطس كيقدروا يمشيو على مده 2 حتى 4 المتر وكيقدروا يوصلوا من واحد للاخر. داكشي علاش مهم بزاف هذيك القرار ديال الانسان يخلي راسه على الاقل 2 متر الواحد من الاخر. دابا هذا الكورونا فيروس راه ما كاينش في الهواء بحال دابا، ماشي غتحل الشرجم وغيدخل لك الفيروس، هذا ماشي، ما كاينش هذا الخطر هذا. بحال دابا في الهواء في الريح كيكون بحال دابا لا تيبيركولوز كتكون كتبقى ودوك النقيطات كينشفوا كيبقاو في الريح على مده طويله. الكورونا فيروس لا، الكورونا فيروس كيدوز في هاد القطيرات اللي قلت لك، اللي كيخرجوا من دابا من النيف ديال الانسان ولا من فمو في لا ساليف، وهاد القطيرات هادو كيمشيو وخصهم يتحطوا، ملي كيتحطوا يقدروا تحطوا فوق الطبلايط، يقدروا تحطوا فوق البوانيه ديال الباب، ولا الانسان كيقيس من نيفو وعنده المرض وكيبقى في يدو كيقيس في يدو حاجه اخرى. دونك حتى في لي سيرفاس يمكن الانسان يحطهم من عند المريض لا سيرفاس فوق الطبله، ويجي الاخر ويقيس الطبله ويدي ويدير يدو في نيفو ويوقع له المرض. داكشي علاش مهم عاوتاني الانسان يلبس الماسك ويغسل يدو. طيب بالماء والصابون. بروفيسور، واش سهل اليوم كيفاش نميز ما بين اصابه بفيروس كورونا وانفلونزا عاديه؟ هذا سؤال مهم سيدي، لان بزاف الناس في الاول مهلو هذا الكورونا فيروس وقالوا راه بحالو بحال واحد اللي كيضربو البرد ولا لا عنده لا غريب. هو طبعا راه بحالو لان هذوك الاعراض كيكونوا شويه بحال، ولكن غير لدينا واحد لا كومباريزون ما بين الناس اللي كيموتوا ديال الخطوره ديال لا غريب ديال الفيروس ديال الانفلونزا ولا الكورونا فيروس لو كوفيد 19. بحال دابا في 2018 2019 60,000 واحد ماتوا من لا غريب في امريكا. في الكورونا فيروس اكثر من 60,000 واحد دابا ماتوا من الكورونا فيروس من الكوفيد 19، ولكن في مده 6 سيمانات. هادو امراض ماشي بحال، والواحد ما ياخذوش هاد الكورونا فيروس ويقول راه غير بحال لا غريب، ما كاين حتى شي مشكل، نخرج للزنقه وما نحترمش كاع داكشي اللي السلطات ديال الصحه كيقولوا له. لا، ضروري الانسان ياخذو بالمعقول، لان هاد المرض صعيب بزاف. طيب، ما هي حدود العدوى من الشخص المصاب في حد ذاته؟ كم يعدي هذا الشخص المصاب؟ الاطباء اللي عندهم اختصاص في الابيديميولوجي ملي كيكون واحد المرض كيعادي كيعطيوه بحال واحد الكويفيسيون ديال 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 العدوى، معامل العدوى. هذا المعامل هذا بحال دابا الا كان المرض ما كيعاديش كيعطيوه رقم ار زيرو ولا ار نوت، لكن انسان مريض كيعادي واحد، انسان اخر واحد، شخص اخر كيعسميه ار 1 ولا ار 1 ار را واحد. الكورونا فيروس اللي كنعرفوا دابا ولكن يقدر هذا الرقم يتبدل، هو كل شخص واحد كيقدر يعادي ما بين 2 حتى 3 الناس. واضح. كيف يوم او ماذا عن خطوره هؤلاء الأشخاص الذين يكونون حاملين للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض الفيروس ولا يعرفون أصلا أنهم مصابين؟ هذا واحد الخطر آخر ديال هذا الكورونا فيروس، هو الناس اللي عندهم الفيروس في ذاتهم ولكن هما ما عارفينوش، لأن ما عندهم حتى سيمبتوم، ما عندهم حتى أعراض، لاباس عليهم، ولكن واخا لاباس عليهم عندهم الفيروس في فمهم، عندهم الفيروس في نيفهم، عندهم الفيروس في حلقهم. والمشكل هو هاد الناس كيبقاو كيعاديو
وبلا ما كيعرفوه والناس اللي حداهم كيحسب لهم باللي راه لاباس عليهم ما فين كاين حتى شي خطر. ودابا على اللي كنعرفو هو هاد لانفيكسيون من الكورونا فيروس من الناس اللي ما عندهمش المرض ولكن كنسميهم بورتور هازينو حاملينو، هي كتكون تقريبا قد 40%. وداروا واحد البحث في ليطا ديال ماساتشوستس هنا في امريكا، مشاو لواحد الكارتي وقلبوا الناس، لقاو 30% ديال هاد الناس عندهم لي زونتيكور ضد الفيروس وهما ما عارفينش كاع واش كانوا مرض ولا لا. دونك هذا هو الخطر الكبير. ثانيا الانسان يكون هاز هذا الفيروس في ذاته وما يبان فيهش المرض على مده 2 سيمانات ولا اكثر. دونك يقدر 2 سيمانات ولا اكثر هو غادي بحياته كالعاده، ولكن راه غادي وكيعادي الناس بلا ما يعرف. اذا كيفاش بلا ما يعرف الناس بلي راه هما كيتعاداو؟ اها اذا كيفاش نحميو نفوسنا من هذا من هذه الحالات؟ دونك الانسان باش يحمي راسو هي يبقى في دارو اولا في هذا الوقت هذا ما يخرجش، ثانيا يبدي من يبقى على اتساع ما يتخلطش بزاف مع الناس، لا خرج على الضروره يدير الماسك في وجهه في الدار ولا خرج ودخل ولا هذا، دائما يغسل يده بالماء والصابون ويخلي يده كيغسل بالماء والصابون واحد المده ديال 20 ولا 30 ثانيه. وهذا هو هادو هما لي ميزور بيرسونيل شخصيا باش كل واحد لا خدا هاد لي ميزور هادو، كل واحد خدا لا ريسبونسابيلتي على راسو. طيب ان شاء الله ما يكون غير خير. طيب بروفيسور تويجر، كما تعلم لحد الان اللقاح غير موجود، هناك فقط بروتوكولات علاجيه تتبناها الدول، كم يلزمنا من الوقت لننتقل من البروتوكولات العلاجيه الان لتدبير المرحله الى مرحله اللقاح؟ اللقاح ولا بالدارجه الجلبه راه كاين بزاف ديال 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 اختصاصيين اطباء اختصاصيين اللي خدامين ليل ونهار كيقلبوا على هذا على هذه الجلبه ضد الكورونا فيروس، ولكن هذا البحث العلمي هذا كياخذ واحد الوقت بزاف على الاقل 2 على الاقل 3 سنين. هذا بالي الناس خدامين بالزربه كيعطينا واحد التاريخ ديال 3 شهور الاولى ديال العام الجاي ديال 2021، ونتمنى على الله يكون هذاك في ذاك الوقت يوجد. علاش هادشي كياخذ الوقت بزاف؟ لان اولا خصو يكون واحد البحث العلمي يكون مدقق ريغورو، لان اولا صارم نعرفوا واش الواحد من الانسان كيصاوب هذا الجلبه هذه ولا تلقيح خصو يعرفوا واش خدامه فيها الفعاليه ولا لا. ثانيا هذه كديرها على واحد المده دي على واحد الناس قلال. ثانيا خصك تعرف واش هاد المرض واش هاد اسمح لي هاد الجلبه ولا تلقيح واش ما كيضرش الناس، لان يمكن التلقيح يعطي المرض لما كانش مضبط. داك الساعات خصك دير واحد البحث العلمي على الناس بزاف، وكتبدا اولا في الحيوانات عاد كدوز الناس، وخصو يكون واحد الناس بزاف وعاد تتبعهم على مده وتعرف واش كانت النتيجه. وثالثا خصك تعرف القدره ديال الانتاج ديال البنج باش يكون موجود للناس كلهم، وباش يكون موجود للبلدان كلهم في العالم كله تقريبا. وهذا الشيء كل شيء كياخذ الوقت، ونتمنى على الله يوجد. تقصد انتاج اللقاح ليكون متوفرا لكل الدول وبالكميات الكافية. ختاما لا أريد تداركنا في الواقع الوقت، أريد فقط أن أطرح عليك سؤال يخص تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي في المطلق، كيف ينبغي الاستعداد لها باختصار لو سمحتم؟ هذا سؤال كبير، لان بزاف ديال الدول دابا كيعرفوا كيفاش يخرجوا من هذا الاغلاق اللي كان باش شدوا الناس وما كان وتاثرت به الاقتصاد. هو اولا كل شخص يتبع هذوك النقاط اللي قلت، يدير الماسك في وجهه لابافيت الا كان خارج، يخلي راسو على اتساع ما يخرجش ما يتلاقاش مع الناس بزاف، يغسل يده دائما، ينقي طوابل وداكشي. ثالثا لحس بالمرض يحسب راسه لحس باي في دوك الاعراض اللي قلت، يحسب راسه بحال اللي عنده المرض ويدير راسه على اتساع وخف قلب دارو، ويتصل بالناس المختصين ديال الصحه وبداك الرقم الاخضر ديال الدوله المغربيه اللي دارت للمواطنين باش ياخذ الاسترشادات من عندهم. ثالثا خص يكون الفحص موجود، والفحص ديال الفيروس والفحص ديال لي زونتيكور. شكرا.
شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله. البروفيسور كريم تويجر أستاذ الطب بمركز ميموريال سلون كاترين للسرطان وأفضل طبيب في نيويورك للعام 2018، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، نتمنى لكم التوفيق في مساركم.